عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد مولى الموحدين سيد الوصيين أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين إمامنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عندما نتمعن في هذه الآيات القرآنية تتجسد أمام ناظرينا شخصية أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما سيرته فيما يرتبط بسنوات حكمه، تلك السنوات التي لم تتجاوز الخمس. في هذه السنوات تجلت هذه المعاني الرائعة والقيم الأخلاقية العظيمة التي تمثلت في الآيات التي تلوتها على مسامعكم، فعناوين العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وعنوان الابتعاد عن كل ما يغضب الله، عنوان الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالعبادة الخالصة، عنوان رد البغي بالقوة، عنوان عدم الإسراف في هذا الرد بل الالتزام بالعدل في هذا الرد، اللجوء إلى العفو عندما يكون العفو له محلاً في مثل هذا الموضع، وكذلك عنوان المشورة، وسائر العناوين التي ذكرتها الآيات القرآنية كلها نجدها ماثلة في نصوص عديدة هي تعكس ماذا كان يدور في خلد أمير المؤمنين علي عليه السلام في كل تلك المواجهات الصعبة والعنيفة أحياناً كثيرة والمؤلمة جداً لقلب علي عليه السلام في أحيان كثيرة. تلك المواجهات كان يعكس أمير المؤمنين ما يدور في خلده، كان يعكس مشاعر وآلامه في كلمات نقلها لنا الشريف الرضي في نهج البلاغة عن لسان علي عليه السلام. تلك النصوص تترجم هذه العناوين، والحقيقة لا مجال لدينا أن نستعرض كل هذه العناوين، ولكن أحببت أن أختار عنوانين رئيسيين من هذه العناوين. العنوان الأول هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل له ارتباط قوي جدا بالإيمان، هو انعكاس للإيمان. التوكل معناه اللجوء التام إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اللجوء التام إلى الله سبحانه وتعالى هو مرآة إيمان الإنسان بالله وبصفات الله، بقدرة الله، بقوة الله. وحين ذاك يترجم الإنسان هذا الإيمان بصورة اللجوء الذي يتحول إلى توكل. نحن نجد على سبيل المثال هذه الآية القرآنية التي نتلوها
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. يعني تارة نحن نتحدث عن الحوادث التي ترتبط بحياتنا، وتارة نتحدث عن أحداث كونية منتظمة دقيقة رائعة تخدم هذا الوجود، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إيمان الإنسان بكل هذه الصفات تلقائياً، إن كان إيماناً واعياً حقيقياً عن فهم وإدراك، إيمان راسخ، حين ذاك لا يستطيع الإنسان أن يبتعد عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. بمثل هذه العقيدة الواضحة يتوكل المؤمن، لأن النتيجة المفروضة أصلاً من التوكل على الله سبحانه وتعالى عند الإنسان المؤمن هي ما في الآية القرآنية: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المفروض أن نؤمن بهذا، يعني يكون عندنا يقين، يكون عندنا حسن ظن بالله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما في أي قوة أخرى ولا أي شخص آخر ولا أي شيء آخر في الوجود، فهو حسبه، هو كفايته. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، بمعنى أن ما يريده الله يتحقق. إن الله بالغ أمره، إذا قال لشيء كن، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هكذا. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هناك زمن قد يحتاج الأمر أن يتحقق فيه، بعد سنة أو سنتين أو بعد يوم أو في اللحظة الحالية. هناك مصلحة، قد لا تكون هناك مصلحة في الأمر، قد الله سبحانه وتعالى خبأ لك اختيارا آخر أنت تتوكل عليه وترتاح نفسيا، تطمئن أن الأمر بيد العزيز القدير العليم الذي يحبك فيختار لك ما يكون هو الأفضل بالنسبة إليك. ولذا لا تنسى أيضا قد جعل الله لكل شيء قدرا. عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله لاحظ الآن قيمة التوكل: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن توكل على الله ذلت له الصعاب وتسهلت عليه الأسباب. في نهج البلاغة، الآن تعالوا شوف تجسيد هذا لعلي عليه السلام. في نهج البلاغة أحد من كان في جيش الإمام عليه السلام عندما خرج لقتال الخوارج قال له: يا أمير المؤمنين، إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك، ما تحقق النصر على القوم. من طريق علم النجوم أنا نظرت هذا النجوم بهذا الشكل كذا، تجمعها بهذه الصورة تنبئني أن من يحارب في مثل هذه الأيام أو يخرج للقتال فمصيره الهزيمة. فقال عليه السلام بإيمانه العميق وتوكله التام على الله سبحانه وتعالى: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، وتخوف من الساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ فمن صدق بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الإعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه. وتبتغي في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه، تريد أن يشكرك الناس أنك نصحتهم ووجهتهم دون الله عز وجل، لأنك بزعمك أنت تهديته إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضر. أنت تريد مني أن أطاوعك في ذلك وأخالف القرآن وأبتعد عن التوكل وأخالف إيماني؟ ثم توجه علي عليه السلام، وجد أن الفرصة مناسبة كي يقتلع
من نفوسهم، لا سيما وأنهم من أهل العراق، والعراق تاريخها معروف في امتدادها في الإيمان بالكواكب والنجوم في مسألة التنجيم لمدة قرون من الزمان، من أيام الكلدانيين والبابليين وغيرهم، حتى أن في القرآن الكريم النبي إبراهيم عليه السلام الله يقول: فنظر نظرة في النجوم، يعني كما هم كانوا يفعلون، حتى يعطي مبرر لنفسه كي لا يخرج إلى العيد ويحطم أصنامهم. هنا الإمام وجد الفرصة أن ينتزع هذا من قلوبهم وعقولهم: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. اليوم أكو علمين، أكو التنجيم وأكو علم الفلك، أسترونومي وأسترولوجي، فرق بينهم، هذا شيء وهذا شيء، هذا حقيقة وهذا وهم. الإمام عليه السلام يقول هذا شيء وهذا شيء، فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كاهن كالكاهن، يعني كالمتنبئ بالغيب، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. سيروا على اسم الله، هذا هو المطلوب، سيروا على اسم الله. الآن قارن بين هذا المشهد العلوي على صاحبه أفضل التحية والسلام، وبين ما يعيشه البعض من هوس حقيقة في تتبع أخبار وما يكتب من الطالع والتنجيم أو قراءة الحظ بالصور المختلفة المنتشرة، سواء بالطريقة القديمة أو بالطريقة حتى الحديثة التي ارتبطت بالتكنولوجيا الحديثة، وتشعر بأنهم يربطون مصائرهم وعلاقاتهم بمثل هذه الأمور، بينما نجد أن عليا عليه السلام إن كنا من شيعته لا يريد لنا أن نعيش مثل هذه الحالة، بل أن نسير على اسم الله، أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو جمعنا ما جاء في الخطبة الأولى مع هذا الجزء من الخطبة لوصلنا إلى قناعة بأن ما يلجأ إليه البعض من خلال بعض الروايات التي لو درسنا أسانيدها لوجدناها روايات ضعيفة حول النهي عن التزويج في أيام محددة في السنة، كما لو كان العقرب، لو كان القمر في برج العقرب أو غير ذلك مما هو موجود في الرزنامات، أو حتى من الأمور المذكورة كالمكروهات في بعض الرسائل العملية، مع التنبيه إلى أن المراجع أنفسهم يذكرون أن ما يرد في هذه الرسائل من مستحبات ومكروهات ليس كلها ثابت. ومثل هذه القضية عندما ندرس أسانيدها لا نجدها ثابتة، بل نجدها متعارضة مع كل ما ذكرناه من نص قرآني ومن أحاديث تنهى عن الاعتماد على مثل هذه الأمور. ولذا أقول لإخواني، مسألة الزواج أو غيرها من الأمور الإنسان يدرسها من فيض الواقع، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار له ما هو الخير، فإذا قرر أن يكون هناك عقد زواج في يوم ما في ليلة ما فلا بأس في ذلك. نعم، نحن نحترم أيام الوفيات على سبيل المثال، أن لا يكون هناك شيء من الفرح في مثل هذه الأمور، هذه المناسبات، ونتبارك بأيام المواليد والأيام العظيمة في الإسلام، أيام الله عز وجل، ولكن هذا شيء. ومسألة التشاؤم من بعض الأيام أنها تسيء إلى الحالة الزوجية بسبب أن العقد تم في هذا اليوم أو هذه الليلة، أعتقد أنها لا تتناسب مع مثل هذه المفاهيم الإسلامية. العنوان الثاني وهو الأخير في الآيات القرآنية خطاب حول اللجوء إلى القوة لردع البغي، لردع العدوان، لردع الظلم. الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم، الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، ويأمر الإنسان بأن يدفع الظلم عن نفسه، ولكن أيضا يقول إن كان هناك مجال أن تدفع هذا الظلم من خلال المحبة، من خلال العفو، إن كان هذا الشخص اللي أمامك يفهم مثل هذه الرسالة، إن كان هذا يتورع بعد ذلك عن الاعتداء على الآخرين وترفع أنت الظلم بذلك عن الآخرين، فالعفو والصفح الذي يدل على كريم سجيتك،
على أخلاقك العظيمة، على حبك لله، على تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فعليك بالعفو، هو أقرب إلى الله، هو أحب إلى الله عز وجل. وإذا كان الأمر أن ترد العدوان فعليك أن ترد العدوان بمثله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، عدوان بعدوان لا تتعدى، لأن عنوان العدل، لاحظ دقة الإسلام، عنوان العدل حاضر حتى في دفع العدوان، حتى وأنت قد بغي عليك، عليك أن تكون دقيقا في دفع هذا البغي بحجمه وبمقداره. الآن تعال إلى سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام. في لحظات حاسمة في حرب الجمل، حرب البصرة، نجد أمير المؤمنين عليه السلام يوجه تعليماته إلى جنده، ولكن هذه التعليمات عندما نقرأها لا نجد فيها أبداً روحية الانتقام والتشفي عند أمير المؤمنين علي عليه السلام، على الرغم من أنه المبغي عليه، هو المظلوم في هذا المشهد. علي عليه السلام هنا يوجههم بروحية الذي يدفع العدوان بعدوان مثله، برد بمستواه، فإذا كانت فرصة لإنهاء الأمر أو للصفح فهي الأولى. قال: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم حجة أخرى، يعني أنتوا أقيموا عليهم الحجة بأن العدوان ليس منكم، وأيضا فلتكن لكم أنتم الحجة عليهم أنهم هم الذين بدأوا، وإذا قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريح، وإذا هزمتموهم فلا تتبعوا مدبرا، نحن ليس في قلوبنا شيء تجاه هؤلاء القوم، بل نريد لهم كل الخير ونريد لهم العافية، هم إخواننا في الإسلام ولكنهم بغوا علينا، وإذا هزمتموهم فلا تتبعوا مدبرا ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا سترا ولا تدخلوا دارا ولا تأخذوا من أموالهم شيئا ولا تهيجوا امرأة بأذى، وإن شتمنا أعراضكم وسببنا أمراءكم وصلحاءكم، بمعنى أن حتى لو سبوني أنا، علي عليه السلام يقول لا تتعرض لها، هي امرأة تجد أن ضعفها يستدعي منها مثل ردة الفعل هذا، وبالتالي عليك أن تعفو وتصفح. في صفين أيضا استغرب القوم، مسير من العراق إلى الشام، مسير طويل، والقوم في بغيهم في عدوانهم، الأمر واضح من بدايات من قبل المواجهة، في قطعهم الماء وغير الرسل التي يرسلها أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يلقى الرد من القوم بأنهم مصرون على القتال. القوم الذين مع أمير المؤمنين، أنصاره، شيعته، جيشه، يستغربون هذا الموقف من علي، تباطأ، تأخر، يا أمير المؤمنين خلفنا ذرارينا ونساءنا بالكوفة وجئنا إلى أطراف الشام لنتخذها وطنا عشان نحط خيامنا ونسكن هنا، ائذن لنا في القتال، فإن الناس قد قالوا، خلاص قالوا كلمتهم انتهوا، أو قد يكون بمعنى أن جيشك بدأوا يتحدثون، وهذا من الممكن أن يزعزع من ثقتهم بك. فهنا الرسالة فهمها أمير المؤمنين، كأن فهم منهم أن بعضهم يقول أن عليا خائف، الجيش اللي أمامه مو هين، أن علي عليه السلام متردد، الحق أمامه غير واضح، لعله الحق في أن يترك الأمر للقوم أن يتصرفوا ويفعلوا ما يشاءون. فهم الرسالة علي عليه السلام، فقال، قال لهم عليه السلام ما قالوا، فقال منهم قائل: إن الناس يظنون أنك تكره الحرب كراهية للموت، وإن من الناس من يظن أنك في شك من قتال أهل الشام. فقال عليه السلام: ومتى كنت كارها للحرب قط، إن من العجب حبي لها غلاما ويفعا، وكراهيتي لها شيخا بعد نفاد العمر وقرب الوقت،
أنا في أيام شبابي والشباب يبحث عن الحياة ومتع الحياة، ما كنت أهاب الموت. الآن اللي قربت من آخر حياتي وأصبحت في مثل هذا العمر، الآن أخاف وأهرب من الموت. وأما شكي في القوم فلو شككت فيهم لشككت في أهل البصرة. إذا أحد عنده شبهة من الممكن أن تتحقق هناك، هناك الزبير، هناك شخصيات أم المؤمنين غيره غيره، هناك موقف معين، مبررات. أما هؤلاء القوم، إذا أقول إذا كان هناك أي شيء فهنا لا يوجد أي شيء من الممكن أن يرددني في مثل هذا الأمر. فلو شككت فيهم لشككت في أهل البصرة، والله والله قد ضربت هذا الأمر ظهرا وبطنا، قلبت الأمر، فكرت فيه بشكل دقيق، فما وجدت يسعني إلا القتال أو أن أعصي الله ورسوله، إما هذا وإما أن تكون المعصية. ولكني أستأني بالقوم، أنا أنتظر لعل هناك بادرة خير تبدر، لعل أحدا يتدخل يوقف سفك الدماء، عسى أن يهتدوا أو تهتدي منهم طائفة. الآن مو الكل، على الأقل مجموعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي يوم خيبر: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، مما طلعت عليه الشمس. هذه القاعدة اللي رسخت في عقل علي عليه السلام، يبحث في حتى هذا الموضع من العدوان عن هداية الآخرين. في نهج البلاغة النص قليلا مختلف، أن علي عليه السلام قال: أما قولكم أكل ذلك كراهية الموت، فوالله ما أبالي أدخلت إلى الموت أو خرج الموت إلي. وأما قولكم شكا في أهل الشام، فوالله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة تهتدي فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي، وهو النور، فتعشو إلى ضوئي إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها. يعني وإن كنت متيقنا أنهم على باطل ولكنني أتمنى أن يكونوا على الحق. السيف ليس هو غايتي وإنما هداية الناس هي منيتي. نعم، هكذا كان علي عليه السلام في إيمانه، في توكله، في قوته، في بصيرته، في قلبه الكبير، وفي كريم خلقه. وهكذا يجب أن نسعى لنكون في إيماننا وتوكلنا وقوتنا وبصيرتنا، أن نحمل القلب الكبير الذي لا محل له، الذي لا محل فيه للأحقاد وللحسد ولسوء الظن ولنوايا الشر، أن نتحلى بمكارم الأخلاق التي ترفعنا عند الله سبحانه وترفعنا بين الناس، لنكون كما قال علي عليه السلام: خالط الناس مخالطة، إن متتم معها بكوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.